السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع حاسوب عامل برنامج لإدارة المشاريع وفرق العمل، بحيث إن أنت والناس اللي شغالين معاك في نفس المشروع تقدروا تتبادلوا التاسكات مع بعض وتتأكدوا من سير العمل، ويبقى فيه تنظيم للتسليمات وطريقة الشغل وإيه اللي تم فيه، فتقدر تتعامل مع الفريق وتنظم التاسكات والمهام وتتابع تقدم العمل وتخصص طريقة النظام الموارد البشرية، التسويق، التصميم، التطوير، كل الكلام دوت. مجرد انت هتقول له ابدأ الآن. طبعا موقع حاسوب موقع معروف جدا، في شوية خدمات كويسة وفي معلومات حلوة تكنيكال، فهم طبقوا اللي هم بيعلموه للناس وعملوا السيستم اللي يساعدك على إدارة المشاريع. فهتلاقي اللوحة الشخصية بتاعتك، أهداف السنة، تقدر تكتب الأهداف، المشاريع اللي موجودة، الأعمال اللي لو في عمل حر، المشاريع تقدر إن أنت تتابع المشاريع، تقدر إن أنت تتابع الأهداف وهكذا. طيب خلينا نبص كده اللوحات الشخصية، فيقول لك المهام الموجودة، المهام تقدر إن أنت تخلصها، اتسطب البرنامج على الأندرويد أو الأيفون أو على الكروم أداة مساعدة، ودي جدول الأعمال، دي الأعداد بتاعت اللوحة لو أنت عايز تخصصها، عايز تضيف حد، عايز تخليها الناس كلها شايفاها او حاجه خاصه بك انت، المهام اللي موجوده، الحاجات المنجزه، الحاجات اللي منتهيه وهكذا، المقالات لو انت عايز تتابع المقالات اللي الموقع بيكتبها، المشاريع اللي موجوده. فممتاز جدا. انا اكتر حاجه موجوده فيها اكاديميه حاسوب، ممتاز جدا اكاديميه حاسوب، في شويه معلومات كويسة استفدت منها الصراحة.